وجاي باش نتبرع. سمعت معناتها بالعملية الخطيرة هذه اللي وقعت في باردو. أنا مواطنة تونسية نحب تونس، نحب بلادي، ما لقيتش باش نعاونها، ما لقيتش باش نقف معاه، على الأقل نقف معاه حتى بقطرة دم. أنا ما شفتش حالات خطيرة وما وصلتنيش معلومة كانوا فما حالات خطيرة. شفت بعض من الجرحى كإداري ماشني باتصال مباشر بالجرحى، شفت بعض من الجرحى في حالة عادية يعني. جاي باش نتبرع. سمعت معناتها بالعملية الخطيرة هذه اللي وقعت في باردو. أنا مواطنة تونسية نحب تونس، نحب بلادي، ما لقيتش باش نعاونها، ما لقيتش باش نقف معاه، على الأقل نقف معاه حتى بقطرة دم. أنا ما شفتش حالات خطيرة وما وصلتنيش معلومة كانوا فما حالات خطيرة. شفت بعض من الجرحى.